وللمزيد تنضم إلينا مهندسة أسماء مغربي، نائب رئيس قطاع دعم الصناعة بمبادرة إبدأ. مهندسة أسماء، بعد التحية، خلال الاحتفالية تم الإعلان عن إطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر، ما الجديد الذي يقدمه لقطاع الصناعة؟ أهلا بيكي بداية، وعايزة أقول إن إحنا كان المبادرة ما وراء إطلاقها هو إن هي تكون حل استراتيجي لحلحلة مشكلة البيروقراطية، وفعلا سهلت المبادرة التعامل بين المستثمرين المصريين والجهات الحكومية. ولكن عشان بيميز المبادرة إن هي موقفها دايما ديناميكي اتجاه التحديات اللي بتأثر على بلدنا مصر، فاحنا طبعا كلنا شفنا مشكلة سلاسل الإمداد اللي أثرت علينا كورونا وفي الحرب الأوكرانية الروسية، وتوالت المشكلات العديدة اللي أثرت على سلاسل الإمداد. فلقينا إن عندنا مشكلة كبيرة إن محمية الإنتاج معظمها بيكون مستورد، وده بيأثر طبعا على المنتجات وبيأثر على الطلب في السوق المصري. عشان كده هدفي إن احنا يبقى عندنا استثمار صناعي في الصناعة متخصص، إن احنا نبدأ أول حاجة هنحط فوكس على الصناعات اللي المصريين محتاجينها والاعتماد فيها على المنتج المستورد أو الخامات المستوردة اعتماد كبير، وده اللي هيبدأ يشتغل فيه الصندوق. تمام. طيب، هل هناك بدائل لهذه الصناعات؟ يعني هل يا ترى سوف تجدون بدائل للمواد الأولية اللي بيتم استيرادها من الخارج لدعم الصناعة في مصر؟ طبعا الاول هنبتدي ان احنا نقلل النسبه، يعني في خامات ممكن ما تكونش فعلا موجوده هنا، بس ممكن اجيب صناعه مغذيه تاثر لي في الصناعه الكبيره، هتبقى فاهماني؟ فيبقى كده انا يا اما قللت نسبه الخامات المستورده يا اما زودت كمان صناعات مغذيه. يبقى بدل ما يعني الفاتوره الافتراضيه ان انا مثلا اتارجت ان انا انزلها بقيمه معينه، ده كله هيأثر بالايجاب على الطلب المحلي وكمان ثبات الاسعار، وهيأثر على الاقتصاد المصري. طيب، كان هناك عدد من الرسائل وجهها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمال مصر، قراءته خلالها. الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده طبعا زي كل سنه بيبقى حاسس بعمال مصر وحاسس بمشاكلهم الكتير، ومن ضمنها رفع حد ادنى التعويض من 600 ل 1500 جنيه، وطبعا رؤيته في وجود مركز تدريب مهني وزياده الاعداد عشان نبدا ان احنا ندخل العماله في الصناعات اللي احنا عايزين نصنعها، عشان موضوع التصنيع المحلي شقين، موضوع الخامات وموضوع كمان الايدي العامله، ان تكون ايدي عامله تقدر تشغل انتاج. فالاثنين مهمين جدا، ودول بصراحه سياده الرئيس النهارده اكد عليهم ان هو هيبذل قصارى الجهد، واحنا طبعا بتوجيهات وهنبذل قصارى الجهد احنا وجميع الجهات الحكوميه ان احنا نمشي على المحورين، محور التنميه البشريه للعمال المصريين ومحور تنميه التصنيع المحلي. وكمان يجب على المنشات الصناعيه كلها انها تتسم بكل معايير السلامه والامن. اكيد اكيد، ان احنا نبقى بيئه العمل بيئه امنه، ده هدف الدوله، ويجب ان يكون هدف كل قطاع حكومي يكون يمتلك مصنع، وكل قطاع خاص يمتلك مصنع. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا مهندسة أسماء مغربي، نائب رئيس قطاع دعم الصناعة بمبادرة إبدأ، شكرا جزيلا لك.